شوفها طلع عنا فجأة على البيت. عمار دقيقة دقيقة، بدي اشوفها بدي اشوفها. شوفوا هاي هذا، الاسم. عرفتوا هذا اللي بيطير مثل الطيارة؟ كيف فاتت؟ ولا ما سمعت عمار شيء. أمانة عمار، أمي وسيدة هربوا. وشو عم تعمل أنت؟ ياه عمار طلع يي جاي لعندي. كذبت عمار. يا الله يا رب. صباح صبحتنا هي شو بيسموها؟ ما بعرف شو بيسموها. طيارة. بس كتير بتخوف، المنظر بيخوف. بعرف لو بتشوفوا لما وقفت فينا سيارة، وقف عمار خلاها لتبرد شوي، لبعدين لمشينا بنص ساعة وصلت على البيت. فعليا حطيت راسي ونمت فورا، بس انه فتت غيرت لبست بيجامتي غسلت وشي فورا فورا. يعني عن جد كان يوم حافل امبارح. عمار ختم لنا اياها هيك نهاية، بس هيك هيك بيقولوا. ف نمت. سوي لماما قهوة عربية بما انه ما شربت قهوة لهلا. بدي هاي التولة حسويها هون على صغيرة. ماما سوي لك اياها كلها صح؟ غليت المي تنور، شيل الدولة من النار عشان ما تفور على الغاز. حط معلقة معلقتين تقريبا ثلاث معالق. تمام، نرجع بنحطها على النار نحرك. هلا في ناس بتحبها بوش وفي ناس بتحبها بلا وش، حسب يعني. هلا انا اللي بعرفه ما اني ما كتير يعني بالقهوه، بالوش اطيب. ماما تشربها ساده يعني دون سكر. يلا ماما القهوه جاهزه، خليها تغلي شوي. جبت العيد شوي شوي صغيرة، بس كبيت مالي بالعادة على فكرة كب أنا، بس كل شيء إنه ما طافت كتير. هلا دغري بسويه. خلاص بس بدي امسح من على المجلى هون. ماما مشان تصحصح انه القهوة ما بتشربها بالفنجان الصغير، بحب اعبي لها اياها كلياتها هون مشان هيك الواحد يعدل مشان المزاج. تعدل مزاجها. طلع ساعة تقريبا هي عم تشرب فيها. بس هيك هي قهوة مامي صارت جاهزة. ما رح ذوقها لانه ما رح اعرف طعمتها طيبة ولا، يعني انا مالي خبرة، بس بعرف سويها بس ما كتير الي فيها، بس انه بعرف سويها. ماما شو عاملة هون؟ حطيت اللحمة على النار. تمام، عم تسلق اللحمة. بس شو قالت لي؟ قالت لي هلا اشي الزفر من على الوش، وبعدين قطعي بصلة وحطيها فوق اللحمة. تمام الله، اليوم في لحم وشحم بالموضوع يا جماعة. اليوم طبختنا لحم وشحم. يا سلام. بس خلوني اول شيء اش الزفره كلياتها من الوش. هي على فكره ما في كثير زفره،
كمان. ماما قديش لك حاططيهم على النار؟ من شوي ولا هلا؟ قشيت الزفران. حطي بصلة وورق. راح احط هلا قشر بصلة. تمام. يلا هذا البصل الاحمر. يعني بكي وانا عم قشره. بس هلا ما راح اقطعه، بس انه هقشر القشر. ورق غار ما عندي اياه، او هذا الموديل ما عندي اياه. فهاي اول شنطة وصلتني امبارح من تطبيق ترنديول، شو رأيكم فيها؟ كتير. وهي كمان الشنطة الثانية باللون الابيض، شايفين قديش حلوة؟ انا هدلولة يعني الاحجمة من الشناتي كتير بحبها، لا كتير كبيرة ولا كتير صغيرة. شايفين؟ بنفتح هيك، وحتى يعني جوا تسع مثلا جزاني بتسعني تعطر صغيرة. كان حيسلك مني الحبل، اعطيني والله سدرة حبل وقع. بدي فرجيكم انه انا مثلا قليل احمل الشناتي بهذا الشكل، بحب احملهم هيك او احطهم على الكتف. فبيجي معه هذا الحبل، وحلاته انه كمان بتطولوه وبتقصروه على كيفكم، يعني الطول المناسب اللي انتم بتحبوه. تمام. اوكي. على فكرة حتى مسكتهم هدول الشناتي تقيلة، فتطبيق ترنديول عندهم يعني عنده بصراحة شناتي كتير تقيلة وحلوة. شايفين؟ يعني فيني أصرها مثلا وأحملها بهذا الشكل، أو إني فيني أحملها طولها. تمام. أحملها بهذا الشكل، شو رأيكم فيها؟ حبيت هاي الشنطة. سيدة اعطيني كمان الاشياء اللي جبتيهم انت مبارح من متجر شي ان. وين؟ ليكن هدول هم. شوفوا هاي الاشياء اللي سيدة مبارح جابتها. اول شي جبنا براية لانه ما عنا. وجابت كمان هاي النظارة. انا اخترت لها اياها، قلت لها حلوة. هي كبيرة شوية على وشي، بس على وش سيدة اجت حلوة كتير. حلوة حلوة هاي النظارة، أكيد مو مع المنشفة بس مو مع المنشفة بس حلوة على فكرة، كتير حلوة. جاب والبراي ليش جبتها؟ جبتها كمان بالياس الكبير والصغير، مشان إذا عندي اللي بلاينات بدهم بري فإني أقدر أبيعهم. وجابت هاي الشنطة بصراحة حلوة، يعني هي حلوة. شوفوا شنطاية سي سي اللي جابتها امبارح، هي هيك بتيجي أولى ولونها لونها الأوفر الاوف وايت. شوفوا هاي الشنطة اللي سي سي جابتها امبارح. بالله سيدي اعطيني البيضة اللي جبتها، شوفوا الفرق بين درجات الالوان. هي مو بيضة، هاي البيضة. شوفوا هاي البيضة، شايفين الفرق؟ وهي الاوف وايت. نشوف هاي كيف، يعني هي كمان على ما اظن تنحمل هيك، نفتحها هيك بهي الطريقة. كمان بيجي مع الحبل تبع الحبل تبع ناعم حلو، مشان اذا نحملها بنفس الطريقه. يعني عنا ثلاث طرق انه نحمل الشنطه فيهم، ان كان هيك او اللي كان على الكتف او اللي كان هيك. يعني شو رايكم بشنطه سي سي اللي جابتها امبارح؟ انا حبيتها بصراحه، يعني حلوه لا بأس. حتى انه حالاتها انه اذا بتحطوها بتوقف، يعني انه اذا بدي احطها هيك، انه اذا رايحه مطعم او شيء وبدي احطها هيك بتوقف. في شناتي لا فورا بتنام. جيت اطمن على اللحمه. اوه شايفين؟ السلام على ريحه اللحمه. شايفين ما في زفره على الوش بعد ما قشيت الزفره، لاني حطيت قطعت البصله وحطيت ورق الغار. ماما مغطيتها بهي الطريقة انه مشان تخلي شوي منفس مشان ما تغلي.
او تفور المرأة. بس كأنه ماما هون موطية على الغاز، انا بدي اعلي عليه يعني كتير موطيته. بس لا مهلا، شوفوا هاي السمكة كتير بترعبني، بعمل لها هيك ما بتتحرك، بتعمل لها هيك ما بتتحرك، ما تحركت، انا بترعبني بتخوفني على حالها. هلا هاي عم تتحرك تمام، بس هاي لا بتضلها صافنة او بتكون نايمة يمكن، ما بعرف ما بعرف. المفروض حط لهم اكل اليوم، حط لها رشة اكل تمام، لانه على ما اظن عمار امبارح مغير الماي. ها شفتوا طلعت تاكل جوعانة، وهاي كمان بكفوها، جد طلعت جوعانة عم تاكل. ما تقومي تنشفي شعرك، انا ما بقدر ما بقدر اتحمى، يمكن صدفة عاملة هي الحركة انه طالعة من الحمام وحاطة المنشفة على راسي وقاعدة، صدفة عاملتها. لا عادي، انا برأيي قومي حطي ايدك نشفي شعراتك مشان الطبخة اللي حنطبخها اليوم. مين فن فنتها؟ مين او مين حيشتغل فيها؟ انتي. لا انتي هعلمك عليها، اجتني فكرة، مو هي بتحبيها الاكل كتير، فعلمك كيف تسويها وانت تسويها، مشان هيك نشفي شعراتك. نشفوت؟ لك عن شو؟ خلينا هلا سمعين مبسوط عليه. لا روحي المنشفة الزرقاء. خلاص يلا بدي ساوي شعري. سيدرا بدي تسوي شعراتها لانه انا شوفي شو عملتي، شوفي شو عملتي، تنشف شعراتها شعري. عبطتني يعني، شوفي شو اجيت عبطتك ابوسة ام يا شو. يلا عادي عادي فداك، اصلا بجامتك. ايوه اصلا بجامتك عادي، انا وياكي واحد. قولي شعري مي بس مو دغري، لازم ساوي، ما بحب ساوي هون. هندر هندر ما هندر من عارفة انك اصلا بس باسا. هاي الغنية براسي كتير كتير، طلعوها من راسي، طلعوها من راسي. حساسة مينا ناموسة. اوكي اول شيء بدي اعمل الخواتم، انا بدي احط زيت، اول شيء بدي احط عطر، عطر الشعر بعمل هيك. تمام. لا 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 كل شيء الا الجود جير تبع شعري، كل شيء نو. الله ريحته ريحته. اوكي بعدين بمشط شعري. وين لا لا على فكره عادي، ايه بس كترت خلص، حطيتي وكترتي شكلك. هي رشه، هي رشه الاكسترا. اوكي بس وين المشط؟ اماني وين؟ اوكي المشط بدرج المكياج يا جماعه، حركات اسراء هي ما بتبطل عادي. على فكره في واحد هون واحد برا حبيبي. بلش من تحت يعني، انا مرتاحه ما بدي اشوي شعري، خليه هيك. لا تصدر علي، قومي قومي. لك حساسة او يا ناموسة. يا الله ما حبيت ما حبيت ما حبيت ما حبيت ما حبيت، خلص ما حبيت. يلا سيدرا شو هي؟ يلا يعني هلا بلشت تسوي الغداء؟ يلا لانه سيدرا وماما من امبارح خططوا اليوم بدهم يسووا شاكرية ورز. انا بصراحه بحبها بس يعني مو من مفضلاتي، قبل كانت بس هلا لا. بدي تساوي لي اللبن حامض. هو اللبن حامض تمام، فانا برايي اللحمه ما بدها شيء لتستوي. تخفي حالك، تخفي ايديك. على فكره انا دغري بخلص. نشفي شعراتك بسرعه لانه مشان نبلش، مشان نلحقكم تتغدوا، قصدي نفطر ونتغدى بنفس الوقت. ما فطرنا لانه ماما فجاه لقيتها حاطه اللحمات وعم تسلقهم، قلت شكلها ما بدها اصلا اليوم. ما تركنا من وين هاي الناموسه اللي فاتت، من وين هاي الطياره؟ طياره هاي هنا يعني. يا حضري شو مزرعتنا لما كنت بسوريا، مزرعتنا بسوريا، فنحن كنا انه نروح على طول عليها، تيجي طياره سوداء. عرفتوا هدول السود؟ نفس هدول يا امي. وكون هذا عم بسبح انه كل البنات تصرخ بالمسبح، كلياتنا نصرخ يا ناموسه يا الله. فعادي يعني هي بتيجي ما بعرف من وين، من الشوب، من الشجر، من وين يعني؟ ايه خصوص انه مزرعتنا كلها شجر فبتيجي يعني عادي، شيء طبيعي. وكثير بتحب المسبح او بتحب المي هي بشكل عام. ليش هيك عيني حمراء؟
اسراء فيها شريط احمر عيني شريط احمر ايه واي يعني اي كان دو فور يو ولا شيء امبارح وين كنا؟ والله ما بعرف امبارح بس اني امبارح اوكي هيك شو رايك نروح لخرفة كان؟ لا رايي مو رايك لانه عندي بلان اللي انا قاعده عم خطط له ماني فاضيه اصبعي عم حكي شو معنى عندي بلان عم خطط له بدي اياه يزبط لازم ان شاء الله لازم اوكي خلص ماما ما بدي اشرب كثير مي خليك روحي شوي عادي اوكي خلص رح رايح ليش حاستني اني جابرتك تنشفي مثلا انا مشانك لانه اذا كان